بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الحادي عشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس من دروس اللغة العربية، وعنوانه الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر في جزئه الثاني. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في هذا الدرس أن يوظف الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر توظيفا مناسبا، يعرب مفعولي الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر إعرابا صحيحا. هل أنتم مستعدون؟ هلم بنا أيها الأبناء. كنا قد تناولنا في حصتنا الماضية تلك الأفعال، وعرفنا أن الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر الفعل منح والفعل أعطى. في المثال نقول: أعطي كل ذي حق حقه، فالفعل الذي ينصب مفعولين هو الفعل أعطي، وفي الماضي أعطى. المفعول الأول هو كل، والمفعول الثاني هو كلمة حق في كلمة حقه، ومنها الفعل كسى والفعل ألبس في قولنا يلبسك العلم وقارا. هل تستطيع أيها الطالب النجيب أن تتعرف المفعول الأول والمفعول الثاني هنا؟ انظر معي. نعم بارك الله فيك، المفعول الأول هو هذا الضمير كاف الخطاب، والمفعول الثاني هو كلمة وقارا، أما الفاعل الذي سوف يلبس فهو كلمة العلم. من هذه الأفعال الفعل منع والفعل سأل، ومنه قولنا منع الغرور اللاعب الفوز. اللاعب مفعول به أول والفوز مفعول به ثاني. وحتى نستطيع إعراب المفعولين إعرابا صحيحا لابد أن نتذكر علامات نصب المفعول به. الفتحة في قولنا أعطى الغني الفقير مالا فهي علامة نصب للمفرد في كلمة الفقير، وأموالا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو جمع تكسير. كذلك الكسرة لما نقول منح الله الأمهات قوة وتحملا وهو مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه كما نرى الكسرة، فهي علامة نصب لجمع المؤنث السالم. الياء والمثال عليها: سأل رئيس النادي المدربين لاعبين جددا. المدربين مفعول به أول وعلامة نصبه الياء فهو مثنى، ولاعبين مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الياء وهو جمع مذكر سالم. الألف تمنح الدولة ذا العلم مكانة، فكلمة ذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة. إذن أعزائي الطلاب، احفظوا علامات النصب حفظا جيدا حتى تستطيعوا الإعراب الجيد الصحيح لمفعولي هذه الأفعال. هلم أبطالنا إلى التدريبات في كتابنا المدرسي في الصفحة 51 بعد 100. السؤال يقول: أكمل الجمل بما هو مطلوب بين القوسين. نكمل الفراغ ثم نقول: الأمير بلاده أثواب العز والفخار، ويطلب إلينا أن نكمل بفعل من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ماذا نقول أعزائي؟ نعم، ألبس الأمير بلاده أثواب العز والفخار. الجملة الثانية: لم تمنع الدولة المرأة، ويريد أن نكمل الفراغ بمفعول به ثان. نقول: لم تمنع الدولة المرأة. ما الذي لم تمنعه الدولة للمرأة؟
لم تمنع الدولة المرأة العمل، التعليم، المكانة، الوظيفة. نستطيع أن نكمل بمفعول لائق لهذه الجملة. منحت المديرة جوائز ثمينة، مفعول به أول. من الذي منحتهم المديرة؟ منحت المديرة الطالبات، الموظفات، وما إلى ذلك من كلمات صحيحة. تدريب آخر وأبطال جدد. وظف كل اسم من الأسماء الآتية في جملة من إنشائك بحيث تكون مفعولا ثانيا. الكلمات هي عقلا، هديتين، الدرجات. كيف نجيب عن هذا السؤال؟ حتى تكون هذه الكلمة مفعولا به ثانيا، لابد أن يسبقها فعل، وأن يسبقها فاعل، وأن يسبقها مفعول به أول، حتى تأتي هذه الكلمة وتكون مفعولا به ثانيا. الآن أيها الأبطال، أوقفوا هذا العرض التعليمي وقوموا أنتم بكتابة هذه الجمل حتى تصبح هذه الكلمات مفعولا به ثانيا في جملها. عندما تفرغون استأنفوا العرض حتى تتابعوا ما كتب من جمل. هل انتهيتم؟ هلم بنا إلى تعزيز الإجابات. نقول: منح الله الإنسان عقلا راجحا، فكلمة عقلا هنا مفعول به ثان. أعطى الابن الوالدين هديتين نفيستين. سأل المسلم ربه الدرجات العلى. بارك الله فيكم أيها النجباء، وبعد أن حمدنا الله سبحانه وتعالى على تحقق الهدف الأول وتمكنكم من توظيف هذه الأفعال، هلم بنا إلى التحقق من الهدف الثاني. أعرب الجملة الآتية إعرابا تاما. الجملة تقول: أعطى علماؤنا الأوائل العالم عصارة فكرهم. الآن أعزائي، نوقف العرض التعليمي مرة أخرى ونعمل الأقلام في الإعراب الصحيح الدقيق لهذه الكلمات لكل كلمة على حدة. بارك الله فيكم أيها الطلاب النجباء، إليكم الإجابات، فعززوا ما قمتم بحله. أعطى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والمقدر هنا لماذا؟ لأن الألف هي حرف علة لا يظهر عليها الضمة. علماؤنا، وهنا نجزئ الكلمة، فكلمة علماء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وماذا عن هذا الضمير؟ وناء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ولتعلم عزيزي الطالب أن الضمائر المتصلة عندما تتصل بالأسماء فإنها تعرب ضميرا مبنيا في محل جر مضافا إليه. الأوائل، ماذا أفادت هذه الكلمة؟ لقد وصفت العلماء، فنقول: نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. العالم مفعول به أول، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. عصارة مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فكرهم، فكري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. والضمير هم في محل جر مضاف إليه. وإليكم أبنائي الأحباء هذا التدريب الإثرائي، يطلب إليك أن توظف في جملة مفيدة مع الضبط بالشكل فعلا ينصب مفعولين الأول فيهما من الأسماء الخمسة، وفعلا ينصب مفعولين الثاني فيهما جمع مؤنث سالم. أما التدريب الثاني فهو تدريب إعرابي،
يطلب إليك أن تعرب هاتين الآيتين الكريمتين إعرابا تاما. على ثقة أعزائي الطلاب أنكم سوف تختبرون هذه القدرات وسوف ترسلون بإجاباتكم إلى معلميكم الفضلاء. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في درس جديد من دروس اللغة العربية، لكم منا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.